لجأ الإنسان منذ البدايات الأولى اللي سكنوا في هذه المنطقة إلى مادة الطين أو مادة اللبن، وهذه المادة رافقته ربما أكثر من 8000 عام حتى وصلنا إلى 100 عام الأخيرة. للأسف تخلينا عن هذا الأرض. تم أنا في العمارة الطينية بشكل عام منذ سنة تخرجي وحتى هذا الوقت، وأنا على يقين أن هذه المادة قابلة للحياة، يعني نستطيع أن نبعثها في حياتنا من جديد. أنا بنيت الآن المطعم وبنيت بيتي في هذه المادة في المكون الأساسي، يعني في الجدران الأساسية هي مادة الطين، يعني اللبن. هذا المبنى الآن صار عمره أكثر من 10 سنوات، يعني ثبت أنه يعني مقاوم ومقاوم بشكل كبير، يعني لم يتأثر من الناحية الإنشائية. هذا يعود أنا بذاكرتي يعني كما قلنا ثقافتنا البصرية. أنا عندما أنظر إلى سور المدينة الرقة، السور الأثري لمدينة الرقة، ويعني هذا السور مضى عليه أكثر من 1200 عام، أيضا كان مبني من مادة اللبن، فأنا على يقين أن هذه المادة يمكن أن يعني تحافظ ونعود فيها إلى أصولها الأولى.